ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه بن هاشم جعلنا الرجاء يلعب ضد طبيعته، لا نستحق الهزيمة في اللقاء وأهنئهم على مصاريهم هذا الموسم. وتحسر أمين بن هاشم مدرب نهضة الزمامرة على الفرص الضائعة في هزيمة فريقه أمام الرجاء الرياضي بهدفه لهدف واحد حساب جولة 26 منافسات البطولة. وقال بن هاشم في الندوة الصحفية لثلاث المواجهة الرجاء كيعتمد على الوسط كثيرا وكيسحب لاعبي الوسط للأطراف للتحكم في وسط الملعب، حنا غيرنا الطريقة ووقفنا خروج الكرة من الخلف، وتابع شفنا أن فريق الرجاء لعب ضد طبيعته وحرمناه من المساحة، نجحنا بنسبة كبيرة وخلقنا فرص ما تسجلاتش، وعلى العموم أنا راضي على الأداء واللاعبين تمكنوا من استيعاب طريقتنا. وأكمل بن هاشم ما كنستحقوش الهزيمة وكنهنئ فريق الرجاء على ما صاروا هذا الموسم بدون خسارة، كنتمنى لهم حظ جيد، الهدف المبكر خلى لاعبي فريق الرجاء فرحة، فلو ظلت المباراة متعادلة لخرج الفريق الأخضر للبحث عن الهدف وتركوا لينا المساحات. واختتم للأسف أهدرنا فرص وكنا غنشوفوا سيناريو آخر والرجاء كان غيضغط ويترك مساحات، لكننا في المقابل استقبلنا هدف بسبب إهدار الفرص. زين باور نهضة الزمامرة تسبب لنا في العديد من المشاكل وعانينا بشدة من أجل الظفر بنقاط المباراة. وفي تفاصيل الخبر اعترف جوزيف زين باور مدرب فريق الرجاء الرياضي بصعوبة الانتصار أمام نهضة الزمامرة بهدفه لهدف واحد لحساب جولة 26 منافسات البطولة. وقال زين باور في تصريحاته لثلاث المواجهة الخصم كيمتلك تنظيم دفاعي وهجومي جيد، تسبب لنا في العديد من المشاكل وانا كنهنئهم، حنا عانينا من التراخي بعد الهدف الاول. وواصل زين باور الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول وامتلكنا لحد اليوم، وفي نهاية المطاف يمكن لي القول اننا ما عانيناش بحال اليوم منذ مدة، لكننا نجحنا في تدبير اللقاء خصوصا دفاعيا بالدقائق الاخيرة. وأكمل زين باور عملنا بجد لتحقيق هذا الفوز وخاصنا الآن نحلوا الأمر والتقدم للأمام حيث أمامنا خصم قوي في المباراة المقبلة واللي هو نهضة بركان. عقوبة جديدة للرجاء ب 320 مليون سنتيم. وصدرت لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية قرار بتغريم فريق الرجاء الرياضي حوالي 320 مليون سنتيم في نزاعه القائم مع لاعبه السابق مروان فخر الحارس الحالي لفريق نهضة الزمامرة، ورفض مروان فخر التنازل على مستحقاته العالقة بذمة فريق الرجاء النصوص عليها في عقده الأول اللي فسخوا عن طريق العصبة الاحترافية قبل ما يوقع عقد جديد رفقة الرجاء بعد رئاسة محمد بودريقة للفريق. ورغم توفر الفريق الأخضر على وثيقة اعتراف بدين منه لمروان فخر إلا أن لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لزمت المكتب المسير للنسور أداء جميع مستحقات الحارس على اعتبار أنه ما حصلش عليها وفق ما كينص عليه القانون. وكان عدد من لاعبي الرجاء فترة الرئيس السابق عزيز بدراوي استغلوا عدم توصلهم مستحقاتهم وقرروا فسخ عقودهم عن طريق العصبة الاحترافية، أمثال جمال حركاس ومحمد بولكسوت ولاعب خط الوسط أولو ومروان فخر، إلا أن المكتب الحالي نجح في إقناعهم بتوقيع عقود جديدة باستثناء حركاس اللي فضل انتقال الغريم التقليدي. زكريا الهبطي يطلب الصلح مع الرجاء لتفادي عقوبة الأخلاقيات. وطلب زكريا الهبطي لاعب الجيش الملكي وابن فريق الرجاء الصلح مسؤولي الفريق الأخضر بعد تصريحات لإدلاء بها في حوار صحفي أغضب المكتب المسير للنصر الخضر. ووضح مصدر مسؤول بمكتب مسير الفريق الرجاء أن الهبطي تواصل مع مقربين من مسيري الفريق بحكم العلاقة اللي كتجمعهم بأبناء النادي، وطلب عقد جلسة صلح وأكد أنه ما قصدش الإساءة للفريق الأخضر. ووضع المكتب مسير الرجاء شكاية ضد الهبطي لدى لجنة الأخلاقيات بتهمة ادعاء وقائع غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرجاء حسب ما جاء في الشكاية اللي قدموه مسيري الفريق الأخضر لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية. وحددت اللجنة الجامعية ليوم الثلاثاء كموعد للاستماع للهبطي لمطالبته بالأدلة اللي كتأكد صحة تصريحاته لتفادي العقوبة. وكان الهبطي مثل أمام لجنة الأخلاقيات بعد شجاره مع إيلان إبراهيمي الناطق الرسمي الرجاء ما تسبب في إيقافه لخمس مباريات، بينما قررت اللجنة إيقاف الإبراهيمي لسنتين.
رجاوي يجر الاتحاد الجزائري إلى القضاء بسبب قميص نهضة بركان. وفي تفاصيل الخبر، وجه خالد فكرني عضو المكتب المستهل لفريق الرجاء الرياضي ومحامي شركة الألبسة الرياضية لفريق النهضة البركانية إنذار لرئيس الاتحادية الجزائرية بسبب تلاعب الأخيرة في أقمصة الفريق البرتقالي، خاصة على مستوى الهوية البصرية. وحسب وثيقة تم نشرها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فالعضو المكتب المستهل للرجاء والمحامي غيسلط الطرق القانونية ضد مقام تبيه الاتحادية الجزائرية بالمس بقميص نهضة بركان وهويته البصرية المتعلقة بالشركة. هذا حجز كبرانة الجزائر على أقمصة النهضة البركانية اللي كتضمن الخريطة المغربية الكاملة، وقام بصنع أقمصة هجينة بدون خريطة المغرب، وهو اللي خلى مندوب المباراة ما يوافقش عليها على اعتبار أنها غير مصادقة لها من قبل الكونفدرالية الإفريقية. وكان الكاف إيد قرار نهضة بركان بخوض المباراة بالأقمصة اللي كتحمل خريطة المغرب، ورفض استئناف الاتحاد الجزائري بحيث طالبهم باللجوء للطاس مدة 10 أيام. يشال أن فريق الرجاء وباقي الفرق المغربية تضامنوا مع فريق نهضة بركان بسبب هذه الواقعة. ست لاعبين من الرجاء والوداد بلائحة المنتخب الوطني الأولمبي. وفي تفاصيل الخبر، حدد الناخب الوطني طارق السكيتيوي لائحة المنتخب الوطني اللي كتستعد لخوض تصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للمحليين اللي غتستضفها كينيا، تنزانيا وأوغندا في نهاية السنة الجارية. وقرر السكيتيوي تنظيم تجمعين إعدادية للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة U23 الأول في الفترة الممتدة ما بين 22 و 24 أبريل الجاري، والثاني من 26 أبريل لـ2 ماي المقبل. وغيتأهلوا منتخبين عن منطقة شمال إفريقيا اللي كتعرف مشاركة 4 منتخبات وهي الجزائر، المغرب، تونس وليبيا، فيما كتقطع مصر كأس إفريقيا للمحليين منذ انطلاقتها. هذا أشرف طارق السكيتيوي على أول تجمع تدريبي للمنتخب الأولمبي في مارس الماضي بتركيا بعد تعيينه كمدرب الأولمبيين خلفا لعصام الشرعي. يشار أن لائحة المنتخب الوطني الأولمبي كتشهد تواجد 3 لاعبين من الغريم التقليدي و3 لاعبين من الرجاء الرياضي، وكيتعلق الأمر بزكريا لبيب، مهدي موهوب والمهدي مبارك. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل الشير، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.